عرب حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله عن فخره واعتزازه بالإنجازات الرياضية المتميزة التي يحققها أبناء مملكة البحرين في المحافل القارية والعالمية، والتي تشرف الوطن وتؤكد تفوق شبابنا الرياضي دائما، وهي مصدر فخر لكل بحريني. وأكد جلالة الملك حرصه على مواصلة دعم الرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب ليواصل شباب البحرين مسيرتهم وإنجازاتهم لإعلاء شأن المملكة وتعزيز مكانتها في كافة المنتديات الرياضية والشبابية. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، حيث قدم سمو الشيخ ناصر إلى جلالة الملك المفدى اللاعب علي محمد عبد الرسول بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة كمال الأجسام، واللاعب علي منفردي الفائز بالميدالية الذهبية في لعبة الجوجيتسو وزن 77 كيلو، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الخامسة المقامة في مدينة دانانغ بجمهورية فيتنام، واللاعبة فاطمة عبد الرزاق صفر الفائزة بالميدالية الذهبية في دفع الكلة في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل مؤخراً. وقد تفضل صاحب الجلالة بمنحهم وسام الكفاءة تقديرا لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف لوطنهم الغالي مملكة البحرين. وأعرب الملك المفدى عن شكره لأبطال البحرين وهنأهم على هذا التفوق وما أظهروه من روح عالية وقدرة متميزة على خوض المنافسات، مشيدا حفظه الله بالمستوى المشرف وروح الإصرار والعزيمة للاعبين الذين مثلوا البحرين أفضل التمثيل في هذين المحفلين الرياضيين. كما أشاد صاحب الجلالة حفظه الله بالجهود الموفقة التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك من خلال تهيئة أفضل السبل والإمكانيات أمام جميع الرياضيين ووضع الخطط والبرامج بهدف الارتقاء والنهوض بمختلف الألعاب الرياضية والتي أثمرت عن إحراز العديد من الألقاب في الألعاب المختلفة. مثنيا جلالته كذلك على الجهود المتميزة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والتي قادت إلى حصد البطولات وتحقيق المراكز المتقدمة في مختلف الاستحقاقات والمنافسات. وأكد جلالته أن هذا التكريم هو تكريم لجميع الرياضيين البحرينيين. وأكد جلالته أن ما يحققه أبناء وبنات مملكة البحرين من إنجازات في كافة الألعاب الرياضية يبعث على الفخر والاعتزاز بما تمتلكه المملكة من طاقات ومواهب رياضية قادرة على المنافسة والتفوق، حثا جلالته الشباب الرياضي